اوكي هلا صنف القسم 13.2 من كتاب لغة هاسكل. عم نحكي عن making packages with Haskell with a stack. اوكي عمل عن يعني حزم باستعمال stack. هلا شغلة الهاسكل اسمه كابال او اختصار كابال هو ل common. هي كلمة كابال طلع فيها CABAL بالحرف حرف common architecture for building applications and libraries. okay يعني المعمارية العامة لبناء التطبيقات والمكتبات. تمام هو مدير حزم. okay package manager هو. فشو تعريف الحزمة في أو الرزمة في الهاسكل هون؟ فالباكج هي البروجرام اللي انت عم تبنيه بيحتوي كل الوحدات والاعتماديات عليه. يعني مثلا عندك البرنامج بيعتمد على اشياء اخرى على اكواد اخرى خارجية يمكن تكون. وممكن تكون يمكن تكون مثلا انت تكون انت اللي كاتبها او ممكن تكون عم تكتب او عم تعمر عفوا عم تعمر برنامج حدا تاني. يعني بتحوله من سورس كود من ملف مصدري في كواد الى برنامج عادي قابل للتشغيل. فالحزمة عندها dependencies يعني عندها اعتماديات. اوكي اللي هي بيكونوا عناصر موصلة ببعضها من هذا البرنامج والحزم الأخرى والمكتبات ممكن تعتمد عليها أو على وأي اختبارات وتوثيق مرتبط في هذا المجتمع بهذا المشروع كمان. مهم فهي كل شيء مثلا برنامجك عندك في كود بيكون خارجي عادة بيعتمد على كود في كود خارجي أنت برنامجك بيعتمد عليه. هاي بالآخر هي dependencies تخرجها بعد منك. فالكابال موجود حتى يساعد في ترتيب او تنظيم كل هذا ويتأكد انه كل الـ dependencies هن يعني بشكل مظبوط في الـ في المنظور تبع الكود. يعني انت في functions تقدر من functions الخارجية اللي جاي من ملفات اخرى تعرف تشوفها من خلال برنامجك الرئيسي. خلي الكود هذا يعرف يكمل شغله ويتابع شغله بناء على الكود اللي مطلوب من ملف خارجي غير الملف اللي هو حاليا الكود عم يشتغل عليه. فالستاك هو برنامج كروس بلاتفورم يعني متعدد المنصات اوكي لتطوير مشاريع هاسكل. هو الستاك معمول لبرمجية الهاسكل مهما كان مستواك ان كنت انت جديد او خبير. اوكي وهي بتساعدك في ادارة كلا المشاريع او كل من المشاريع المعمولة من عدة حزم وفي نفس الوقت كمان الحزم الانفرادية اوكي المنفردة بحد ذاتها. اوكي بينما الكابال موجود اساسا حتى يوصف حزمة واحدة بملف كابال اللي هو بيجي اسم الملف نقطة كلمة كابال. دائما اسم الملف قبل كلمة كابال يعني هون كابال وقبل من الاسم. تمام ما قصدي هذول التداول هذا مهم اي شيء مثلا اي شيء قبل كلمة باسم الملف او اسم الملف يكون منتهي بنقطة كبار. تمام فستاك مبني على الكبال ببعض ال يسموه التوجهات المهمة. لذلك نحن رح نكون عم نشتغل بملفات الكبال ولكن ستاك ببسط هاي العملية إلى حد ما.
أو نوعا ما، بالأخص بالمشاريع الكبيرة بعدد من الاعتماديات. عبر السماح لك ببناء هاي المشاريع، هاي المكتبات الكبيرة فقط مرة واحدة واستعمالهم عبر المشاريع، عبر عدد المشاريع. فستاك بيعتمد على طريقة ال LTS long term support، وال LTS هون معناها إنه الدعم طويل الأبد الأمد، دعم طويل الأمد. فبتكون هي عبارة عن زي زي كده لك نسخة من من حزم هاسكل اللي جايين بستاكج، تمام؟ ستاكج هذا عنوان موقع ستاكج، اوكي، اللي هن اصلا مضمونين حتى يشتغلوا مع بعض، بعكس الحزم اللي جايين من هاكج اللي هن عندهم زي اعتماديات بتتضارب مع بعض. يعني ما في مثلا انت مثلا بدك اكس يركب على واي لحتى يعني سياق الكلام بين اكس واي يكون مكمل على بعض وما يجيش اي مثلا والله يعني ما بيكمل البناء، ما بيقدر يعمل كومبايل ابلكيشن، عرفت شو؟ فلا بدك انت تجيب حزام تركب على بعض وجاي مزبوط وتعمل كومبايل وبتشتغل صح وبتعمل شغله صح، تمام؟ هذا هو المقصود، عشان هيك بستعمل ستاك من الاخر، تمام؟ بينما مجتمع هاسكل ما عنده يعني هيك زي وصفة جاهزة لكيف تحط انت الملفات في هاسكل، أو في مشروع هاسكل، في مشروع مبني لأجل العمل للغة هاسكل، نحن نحن بننصح بالبنية الرئيسية اللي هي جاي مع ستاك، بقوالب ستاك. ستاك بتعطيناك شوية كم قالب فينا نعتمد عليهم هدول، خاصة نمشي المشاريع عليهم، واغلب الناس اساسا بيمشوا بهالطريقة، وهذا كل شيء عن قسمة 13.2، ونشوفكم في الحصة الجاي شباب. رجع الاشتراك بالقناة وعدم كيف بدكم، خليكم معنا دائما، سلام.